عودة إليك أستاذ هاشم، الحقيقة هذا اتهام واضح أنك تداري على ميليشيا الدعم السريع وعلى جرائمها. وهنا الحقيقة أيضا السؤال، هل تسمى هذه انتصارات، هذه المجازر التي يرتكبها قوات الدعم السريع بحق المدنيين، هل هذه انتصارات؟ يا أخي العزيز، ضيفك العزيز، نحن نبشر الشعب السوداني بأننا مولودين بمحمد السعيد الصحاف جديد على الساحة الإعلامية والسياسية. يتحدث حديثا رنانا وكأنه يتحدث عن جزر المالديف وليس بمعركة في أفضل معركة في السودان. يا أخي العزيز، طيبك عندما يتحدث ولم يذكر حتى اسم القوات المسلحة ولو في مفردة واحدة، وكأنما الدعم السريع يحارب في أرض معدودة ليس فيها مواطنين أو قوات مسلحة. القوات المسلحة يا أخي العزيز لابد أن تعترف أنها ارتكبت خطأ كبير جدا عندما أعلنت الحرب على مشاة الجيش. الدعم السريع هو قوة تتبع للقوات المسلحة، وهي مشاة الجيش التي كانت تقاتل جنبا إلى جنب مع الجيش، شارع بشارع وخندق بخندق، وهي كان لها القدح المعلى في دحر الحركات المسلحة في دارفور لمنذ 18 عاما. لذلك لا أحد ينكر دور قوات الدعم السريع في المشهد السياسي أو العسكري في السودان، ولكن يا أخي العزيز هنالك مشكلة في عقلية النخب السياسية المركزية التي تنطلق من منصة هي أقرب إلى العنصرية. عندما صعد محمد حمدان دبري إلى منصب نائب رئيس مجلس السيادة وطور من قوات هذا الرجل، يعني طور هذه القوات وأصبحت هذه القوات تسليحها ومرتباتها ولبسها وسكناتها كانت أعلى من حتى من القوات المسلحة. يعني استاذ هاشم استاذ هاشم معذرة، دعنا نتوقف هنا. يعني دعنا من تصوير الدعم السريع على انه يعني منتصر، ولا ان حميدتي قدم انجازات لقوات سودانية. الان اتحدث عن الوضع الحالي، هذه الانجازات التي قدمها حميدتي التي تعتبر انجازات، اليوم بهذه الادوات يقتل الشعب السوداني، هذه هي النقطة الفاصلة هنا. يقتل الشعب السوداني بقرار اتخذته مجموعة داخل الجيش وعليها أن تتحمل المسؤولية الأخلاقية أمام الشعب السوداني وأمام الله سبحانه وتعالى. طيب هذه القرارات ضد الدعم السريع، هل يتيح ويجوز للدعم السريع أن يقتل المدنيين أو أن يحارب القوات المسلحة السودانية؟ أولا يا أخي العزيز لابد أن تحذف كلمة مواطنين لسبب واحد، الجيش حول كل مناطق اللي هو متواجد فيها حولها إلى 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 جيوش، وزع السلاح إلى المواطنين، وزع السلاح بدون ورنيك 12 سين، وزع السلاح بدون كشوفات، كل الذين يعني يتواجدون داخل مناطق الجيش ليسوا هم بمواطنين. يا أخي العزيز لابد أن نتحدث ونناقش الحقيقة. يعني النساء والأطفال كذلك مسلحون في القرى أستاذ هاشم. وأنا على استعداد أن أصطحبك إلى منطقة تنبول، وأنا أصطحبك إلى منطقة التكينة، وأنا أصطحبك إلى منطقة الجزيرة، وأحمل معك الكاميرا واستطلع الرأي العام. كل المواطنين الذين يخضعون إلى سيطرة الجيش بيقوم بيسلحهم، وأول ما تستمر المعركة في أقل من تلت ساعة يسحب الجيش ويترك المواطنين يكونوا دروع بشرية للقوات المسلحة. هذا هو الأمر المؤسف الذي لا يستطيع أن يتحدث عنه ضيفك العزيز ويتجاهل هذه النقطة الأساسية والجوهرية. يا أخي العزيز القوات المسلحة ليس لها إرادة والجنود ليس مقتنعين بالحرب، لذلك ليس لهن العزيمة وليس لهن الثبات في الأرض. تجدهم أول ما تستمر المعركة في حوالي 10 دقائق إلى ربع ساعة ينسحبون من المعركة ويرتدون الزي المدني ويدخلون داخل المواطنين العزل. لذلك هذه هي واحدة من المشاكل التي يدفع ثمنها المواطنين العزل الأبرياء الذين يخمهم إعلام الجيش وإعلام التنسيقيات. يا أخي العزيز التنسيقيات الدعم للجيش سلحت كل مواطنين قرى الجزيرة، وسلحت كل مواطنين كسلة، وسلحت كل مواطنين القضارف. الآن لا يوجد مواطن أي بيت فيه سلاح،
وهذه هي دي واحدة من المشاكل. إذن انهيار الدعم السريع واقع اليوم إذا كان الشعب كله مسلح والقوات المسلحة تقاتل. يا أخي العزيز، إذن انتهى الدعم السريع برأيك؟ يا أخي العزيز، الدعم السريع لحد الآن يسيطر على أكثر من 70% من جملة 12 ولاية التي هي تحت دائرة الحرب. لذلك كونه هذه 70% أستاذ هاشم منذ ثلاثة أشهر تقريبا وأنت تعتبرها 70% ولم تأخذ في الاعتبار ربما التقدمات في الجزيرة وفي ولاية سنار. سأعود إليك أستاذ هاشم. يا أخي العزيز، السودان به 18 ولاية، المناطق التي دخلت دائرة الحرب هي 12 ولاية. ال 12 ولاية الدعم السريع يسيطر على أكثر من 70% من 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 البقعة. أستاذ هاشم يبدو أن هذه ديباجة أنت حافظها منذ ثلاثة أشهر، قلت نفس الكلام أنه 70% تسيطر الدعم السريع. طب هناك تقدمات اليوم بقية في ولاية سنار سنجة فقط وبعض الجيوب، هذه لم تحسبها؟ هذا مثال واحد فقط. سأعود إليك أستاذ هاشم.